بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل إن شاء الله في محاضرات مادة الجيولوجيا الهندسية، ونواصل في التسجيل. الآن هنتكلم إن شاء الله عن الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصخور. طيب، نبدأ إن شاء الله إخوانا بالخواص الفيزيائية اللي هي أهم حاجة إخوانا. خاصية شنو يا جماعة؟ خاصية المسامير أو البورصتي، ودي يا اخوانا المساميه مقصود بها اخوانا اللي هي النسبه من حجم الفراغات في العينه تحت الصخر الى حجم شنو يا جماعه العينه الكلي، اللي هي زكاه المساميه عباره عن بي، فتبقى اخوانا بي بيساوي في فويدز حجم الفراغات مقسوم على شنو يا جماعه على في توتال اللي هي حجم شنو الحجم الكلي. طيب، هذه المساميه اخوانا بتعتمد على شكل الحبيبات تحت المعدن المؤلف للصخر، المعدن المؤلف للصخر، والتدرج بتاع الأحجام بتاعتها، وكيفية الترتيب وإعادة الرص بتاعتها، وأيضا أخوانا تعتمد أيضا أخوانا على درجة الانضغاط وصلابية هذا الصخر واحتوائه على حبيبات مختلفة الحجوم. إذا دي أول خاصية قام من خواص الخواص بتاعة الصخور اللي هي خاصية المسامير. طبعا أخوانا في خاصية مشابهة لها اسمها نسبة المسامات. نسبة المسامات دي يا اخوانا نسميها شنو يا جماعه؟ الفويد ريشيو، اللي هي اي. الاي بيساوي في على في شنو؟ في اس، اللي هي في فويد حجم الفراغات مقسوم على شنو يا جماعه؟ حجم الجزء شنو؟ الجزء الصليب من العينه. طيب، دعنا نشوف اخوانا كيف بنحسب المسامير يا اخوانا بتاعه الصخر. طيب، اول حاجه اخوانا الحقيقه عشان نجد الحاجه دي في المعمل، بنوزن اخوانا عينه من الصخر وهي جافه، وبعدك اخواننا عشان هي تبقى جافه، وبعدك اخواننا هي لازم شنو يا جماعه؟ لازم العين اخواننا الطبيعيه شنو يا جماعه؟ نحطها في فرن درجه الحراره اخواننا ما بين 105 لحد 110 درجه مئويه لمده شنو يا جماعه؟ لمده 24 ساعه. طيب، فوزنها في الحاله الطبيعيه طبعا اخواننا بيكون دائما العين تكون فيها شنو يا جماعه؟ بيكون فيها رطوبه. انت لما تحطها في الفرن ده اخواننا معناها حتفقد شنو يا جماعه؟ حتفقد ال دبليو دبليو اللي هو وزن شنو يا جماعه؟ وزن المويه الموجوده فيها. طيب، توزن بعدك العينه بعد قبرها في الماء لمده شنو يا جماعه؟ برضه 24 ساعه، حيث تملا الفجوات بالماء. فاي فراغات اخواننا هي ما كانت مشبعه لما تغمير في مويه شنو يا جماعه؟ بيحصل لها شنو يا جماعه؟ الفراغات الموجوده كلها شنو يا جماعه؟ بيحصل لها ساتوريشن، تشبع مش كده بالماء. طيب، الوزن الاول لاخواننا وزن العينه بتاعت الصخر وهي جافه نسميه اخواننا دبليو 1، وزن العينه اخواننا بعد ما شبعناه بالمويه نسميه شنو يا جماعه؟ نسميه دبليو 2. طيب يا شباب، لو جينا اخواننا طرحنا W2 ناقص W1، نقوم شنو نطرح شنو يا جماعه؟ نطرح وزن العينه الجافه من وزن العينه المغموره بشنو يا جماعه؟ العينه المغموره بالماء، ده حيدينا شنو يا جماعه؟ حيدينا وزن شنو؟ وزن الماء. طيب، ثلاثه يعاد وزن العينه المشبعه بالماء وهي مغموره بكاملها تحت سطح الماء، وليكن الوزن هو عباره عن W شنو؟ W3، وهذا يعني وزن الماء المزاح الذي يساوي شنو يا جماعه؟ الحجم الكلي للعينه اللي هي W2 ناقص شنو يا جماعه؟ ناقص W شنو؟ W3. يبقى اذا المسامير يا اخواننا البورصتي بي بيساوي حجم الفجوات في فويدز، حجم ده اخواننا دائما يا جماعه نسميه شنو يا جماعه؟ في فويدز، على الحجم الكلي للعينه، موضوع في 100%، لان اخواننا هي عباره عن نسبه مئويه، ما عندها تمييز يا جماعه، حجم على شنو؟ حجم على حجم. يبقى عشان كده اخواننا نقول كنسبه شنو؟ كنسبه مئويه. يبقى اذا بورصتي بيساوي شنو يا جماعه؟ بيساوي W2 ناقص W1. W2 دي يا جماعه هي عباره عن حجم الوزن بتاع العينه بعد ما شنو يا جماعه؟ بعد ما رطبناه بالمويه. W2 يا اخوان هو عباره عن شنو يا جماعه؟ W1 هو عباره عن وزن العينه وهي جافه. طيب، على W2 اللي هي برضه زي ما ذكرنا اخوان هو وزن لا 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 وزن العينه وهي جافه، ناقص شنو يا جماعه؟ W3 شنو يا جماعه؟ وزن شنو؟ الماء المزاح. تدينا شنو يا جماعه؟ وزن شنو؟ تدينا شنو يا جماعه؟ تدينا البورصه. طيب، دي الخاصية الأولى والخاصية الفيزيائية الأولى. الخاصية الثانية يا اخوان هي شنو يا جماعة؟ الووتر كونتنت أو الموجر كونتنت اللي هي المحتوى المائي. طبعا دي يا اخوان طريقة القياس برضه اخوان هي عبارة عن سهلة جدا جدا. ال دبليو سي أو الموجر كونتنت أو الووتر كونتنت يا اخوانا هي عبارة عن وزن الماء الموجود في العين على شنو يا جماعة؟ على الوزن شنو؟ على وزن الجزء الصلب. طيب، إذا بنعرف نقول شنو يا جماعة؟ هي عبارة عن النسبة بين وزن الماء الموجود داخل الفجوات المتواجدة في العينة إلى وزن المادة الصلبة الجافة من العينة.
نسميه اخوان مثلا، خلونا اخوان نسمي الجزيري وزن ال ده عبارة عن W W W شنو يا جماعة W، لأن اخوان عبارة عن شنو وزن الماء الموجود شنو يا جماعة في W اللي هي weight water W W إلى شنو، إلى شنو قال؟ إلى وزن المادة الصلب اللي هي W شنو يا جماعة weight solid اللي هي وزن شنو يا جماعة وزن الجزء الصلب. يبقى الووتر كونتنت أو المحتوى المائي هو عبارة عن W W على شنو، على W S في 100%، لأن اخوان برضه عبارة عن وزن. طيب وتحدد مختبرين بانه توزن العينه وهي جافه وليكن وزنها هي عباره عن W1، وعشان هي تبقى جافه اخواننا لازم برضه اخواننا نوديها فرن ونخطها في الفرن ده اخواننا في درجه حراره من 105 لحد 110 درجه مئويه لمده كم 24 ساعه عشان نطرد شنو يا جماعه الفراغات، عشان نطرد المويه الموجوده في العينه. تمام. طيب ممكن طبعا اخواننا نستخدم الميكرويف، الميكرويف طبعا اخواننا بياخذ معاك زي 5 دقائق ل 10 دقائق تردد برضه اخواننا شنو يا جماعه نفس شنو نفس لا 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 لا. يدي نفس الفكره. طيب طيب ثم قال قال وتحدد مختبرين بان توزن العينه في وهي جافه وليكن وزنها هو عباره عن W1، وزن العينه اخواننا هي جافه W1، ثم تغمر هذه العينه في الماء لمده معينه في درجه حراره معينه ثم يحدد وزنه وليكن هو عباره عن W شنو W2، ويمكن حساب نسبة الامتصاص أو المحتوى الماء يا إخواننا بسايشنا جماعة بساي W1 ناقص W W1 ناقص W2. طيب W1 يا إخواننا قلنا شنو وزن العينة وهي جافة، و W2 يا إخواننا هو عبارة عن شنو يا جماعة وزن العينة وهي شنو مرطبة. طيب لو طلعت الاثنين دي يا إخواننا بديني شنو يا جماعة بديني وزن شنو وزن السائل المزاح اللي هو وزن الموية مقسوم على شنو، مقسوم على W1 اللي هو W شنو W1 ده اخوانا عبارة عن وزن شنو يا جماعة العينة هو شنو وهي جافة. بنفس الفهم يا جماعة بدينا شنو يا جماعة بدينا نفس شنو نفس الفكرة. طيب الخاصية الثالثة اخوانا من الخواص شنو يا جماعة اللي هي شنو يا جماعة الوزن النوعي specific شنو يا جماعة specific gravity weight، قال وهو وزن حجم معين من المادة الصخرية الى وزن نفس الحجم من الماء، وزن حجم معين من المادة الصخرية إلى وزن نفس الحجم من الماء، ويكون خاليا من شنو من الوحدات، ويقسم برضه أخوان لشنو يا جماعة ويقسم إلى شنو ويقسم إلى نوعين، الوزن النوعي الظاهري والنزول الوزن النوعي شنو يا جماعة الوزن النوعي الحقيقي. طيب نعرف أخوان الوزن النوعي الظاهري والوزن النوعي شنو الحقيقي. الوزن النوعي الظاهري يتحدد بوزن عينة من الصخر وهي جافة وليكن وزنها هي عبارة عن W1. أخوان لو لاحظوا الطريقة بتاعت الاختبار دي شنو يا جماعة هي قريبة من بعض يا جماعة كويس. ناخذ أخواننا عينة من الصخر ونفترض أن أخواننا وزنها وهي جافة، طبعا أخوان عشان هي تبقى جافة نحن لازم شنو يا جماعة ندخلها في فرن، وزي ما ذكرنا أخواننا بنفس درجة الحرارة 105 لحد 110 لمدة 24 ساعة، بعد ذلك أخواننا حنطرد كل الفراغات الهوائية الموجودة. طيب ثم بعد ذاك نشوف وزنها هي كم نشبعها بالمويه، ثم وزن العينه وهي مشبعه بالماء وليكن وزنها هو عباره عن شنو دبليو شنو دبليو 2، ومن ثم توزن وهي مغموره كليا في شنو في الماء مشبعه في الماء ومغموره شنو يا جماعه كليا في الماء وليكن وزنها هو عباره عن دبليو شنو دبليو 3. يبقى الوزن النوعي الظاهري في الحاله دي يا اخوان بسلو شنو يا جماعه وزن العينه وهي جافه اللي هو عباره عن دبليو شنو يا جماعه دبليو 1 مقسوم على وزن العين وهي مشبع ناقص وزن العين وهي شنو وهي مغمورة. وزن العين اخوانا وهي مشبع بعد اخوانا طلعتها من الفرن بقت جافة بشيل اخوانا برطبها في موية كويس او بطلعها بوزينة، وبعدك اخوانا بخدها في شنو يا جماعة خدها في موية وخليها شنو يا جماعة ساتوريشن اغمرها في شنو يا جماعة اغمرها في الماء. طيب ده اخوانا بسبب الوزن شنو يا جماعة الوزن النوعي شنو الظاهري. يبقى الكلام ده ملخص اخوانا هو عبارة عن وزن شنو يا جماعة وزن العينة وهي جافة على وزن الماء شنو وزن الماء المزاح. طبعا اخوانا الكلام ده عكس شنو يا جماعة الكلام ده اخوانا عكس المحتوى المائي اللي هو الرطوبة بتاع شنو يا جماعة الرطوبة بتاعة العينة، لان اخوانا هنا وزن العينة وهي جافة عبارة عن W شنو W S على شنو يا جماعة على W W مش كده، هناك W W على شنو يا جماعة على W شنو على W S عكسي مباشرة.
رياضيا اخوان هو عباره عن دبليو 1 على شنو يا جماعه، على دبليو 3 ناقص شنو يا جماعه، دبليو شنو، دبليو 2. طيب عندنا بعدك اخوان الوزن النوعي شنو يا جماعه الحقيقي، وهي النسبه بين وزن حجم معين من المواد الصلبه فويدز اخوان، ما وزن حجم هنا، ده الوزن النوعي شنو الحقيقي، وهي النسبه بين وزن حجم معين من المواد الصلبه الى وزن نفس الحجم المساوي له شنو من الماء، اي وزن الماء المزاحم. ويمكن حسابه كالاتي، وزن الماء الذي يمكن حجمه، الذي يكون حجمه مساوي لوزن الماء هو عباره عن شنو يا جماعه، العين عباره عن دبليو 3 ناقص شنو، دبليو 2. طيب وزن الماء في الفجوات فقط يكون حجمه مساوي لحجم الفجوات الذي يساوي شنو يا جماعه، دبليو. طيب يبقى دبليو ده عباره عن دبليو 2 ناقص دبليو 1. طلعنا دي الاخوان من بعض الدنيا شنو يا جماعه، دبليو. طيب طيب قال بنحصل اخواننا على وزن الماء بالحجم المساوي للمواد الصلبه، وده يا اخوان هو بيساوي شنو يا جماعه، بيساوي دبليو 2 ناقص دبليو 3 ناقص دبليو شنو يا جماعه، دبليو 2 زائد دبليو شنو 1، واللي هو في نفس برضه بيساوي لنا اخواننا دبليو 3 ناقص شنو يا جماعه، بيساوي دبليو 3 ناقص دبليو 1. اذا الوزن النوعي الحقيقي هو عباره عن شنو، عباره عن دبليو 1 على دبليو 3 ناقص شنو يا جماعه، ناقص دبليو شنو، ناقص دبليو 1. نشوف الفرق يا جماعه، هنا اذا الوزن النوعي الحقيقي هو قال عباره عن شنو، عباره عن وزن العينه وهي جافه على وزن العينه وهي جافه ناقص وزن العينه وهي شنو، وهي مغموره. يبقى رياضيا اخواننا هناك شنو يا جماعه، دبليو 3 ناقص دبليو 2 ناقص دبليو 3، هنا اخواننا دبليو 3 ناقص شنو يا جماعه، ناقص دبليو شنو، دبليو 1. اخر خاصيه رقم 4 اخواننا هي خاصيه شنو يا جماعه، الكثافه او درجه الطراز او الدنسيتي، بسموها اخواننا بشنو يا جماعه، الدنسيتي. وطبعا من اخواننا انواع كثيره جدا جدا، الكثافه المشبعه والكثافه المعموره والكثافه الجافه والكثافه الساتوريشن وهكذا. طيب الكثافه الكليه او الجاما بلك. طيب الكثافه هي عباره عن وزن وحده حجم معين من الماده المعدنيه الصلبه الى لا 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 دبليو اوفر في، وزن وحده حجم معين من الماده الصلبه المعدنيه المكون للصخر، وليكن الى شنو يا جماعه، الى شنو يا جماعه، الى الحجم شنو، الحجم الكلي بتاع نفس العينه. دي 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 نطلع على ما يسمى بشنو يا جماعه، ما يسمى بالكثافه. اذا دبليو، اذا الدنسيتي جاما بيسميه طبعا اخوان المصطلح بتاع جاما، جاما فجاما بيساوي دبليو على شنو، دبليو على في ويت، وزن دبليو على شنو، في اللي هي شنو يا جماعه، حجم. كثافه حبيبات الماده الصلبه وهي وزن مجاميع المعادن في وحده حجم معين من الماده. هنا طبعا اخوان التعريف شويه كده ناقص، قلنا الكثافه هي وزن وحده حجم، وزن وحده حجم صح معين من الماده الصلبه المعدنيه الصلبه المكونه من الصخر. ولكن يجب ملاحظه ما يلي، كثافه حبيبات الماده الصلبه اللي هي وزن مجاميع المعادن في وحده حجم معين من الماده شنو، من الماده الصلبه. هنا اخواننا عباره عن شنو دي بنسميها اخواننا الكثافه شنو، الكثافه الجافه. فاذا الكثافه الجافه جاما دي، جاما دي هي عباره عن شنو، عباره عن دبليو اس على شنو يا جماعه، على في شنو، على في توتال. يبقى الكثافه الجافه هي وزن مجاميع المعادن في وحده، في وحده من الحجم لكل اي الماده الصلبه والفجوات عندما تكون خاليه من الماء. الكثافه المشبعه جاما دي ساتوريشن، جاما ساتوريشن، وهي وزن مجاميع وكذلك الماء الموجود في الفجوات لوحدة الحجم، أي المادة الصلبة والفجوات ممتلئة بشنو؟ ممتلئة بالماء. الكثافة الكلية البلك دينسيتي أو الجاما توتال اللي هي الوزن الكلي على شنو يا جماعة؟ على الحجم الكلي. الكثافة الكلية وهي وزن مجاميع المعادن مع الماء الموجودة في الفجوات في وحدة الحجم، أي المادة الصلبة والفجوات برضه ممتلئة بشنو يا جماعة؟ بالماء. يبقى يا أخوانا ممكن نقول الكثافة الكلية هي عبارة عن الجاما، جاما تي دي بتساوي دبليو الوزن الكلي على شنو يا جماعة؟ على الحجم الكلي. حيث يقال الوزن عما هي عليه في الحالة، في حالة الوزن في الهواء بمقدار دفع شنو؟ بمقدار دفع الماء. طيب
طيب مثال يا جماعه، نفترض ان اخواننا عندنا عينه الوزن بتاع اخواننا وزن الجفاف بتاعه 2.44 جرام على سنتيمتر مكعب، جرام على سنتيمتر. ده اخوان دي عباره عن كثافه، كثافه جافه كويس، وان حجم المسامات، حجم المسامات 50%، فان دفع الماء يعادل لنا وزن الماء الذي يزيحه 50% من حجم العينه، مش كده؟ وان المواد الصلبه في العينه هي عباره عن كم؟ 50 على 100 في شنو؟ 1 سنتيمتر، اللي هي تدينا اخوان شنو جامعه 0.5 شنو؟ 0.5 سنتيمتر مكعب. طيب اذا مقدار الدفع الى العينه هو عباره عن 0.5 سنتيمتر مكعب في 1 جرام على سنتيمتر مكعب، اللي هي عباره عن 0.5 شنو؟ جرام. لان اخوان الجرام ده يمشي مع شنو؟ او سوري السنتيمتر مكعب يمشي مع شنو؟ سنتيمتر مكعب. يبقى اخوان التمييز بتاعك يكون شنو؟ عباره عن شنو؟ 0.5 جرام. اذا الوزن المغمور هو عباره عن 2.44 ناقص شنو يا جماعه؟ 0.5. يبقى حديك شنو يا جماعه؟ 1.94 جرام على شنو؟ على السنتيمتر المكعب. ده الوزن شنو؟ الوزن المغمور او 1.94 جرام. اقدر اخواننا من الخواص الفيزيائيه بالنسبه للصخور اللي هي شنو يا جماعه؟ النفاذيه بتاعت الصخور او ما تسمى شنو يا جماعه؟ بالبيرميابيليتي، وهي قابليه الصخور لشنو يا جماعه؟ تمرير السوائل. والسوائل هنا اخواننا مقصود بها دائما اخواننا اكثر حاجه شنو يا جماعه؟ الماء. انه شنو يا جماعه؟ لا 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 لا، الطبقه بتاعت الصخر ده اخواننا هي تمرر السوائل خلال شنو يا جماعه؟ خلال السمك بتاع الطبقه. او قال من خلال فجوات الفوائد المتصله مع بعضها البعض. وتتوقف النفاذيه على شنو؟ حجم المسامات والكيفيه بتاعت الاتصال بتاعتها ودرجه زيوت السوائل ودرجه الحراره، لان اخوانا كل ما درجه الحراره بقت عاليه اخوانا كل ما شنو يا جماعه؟ الماء درجه اللزوجيه بتاعته بتزيد، وبالتالي اخوانا ممكن شنو يا جماعه؟ لما درجه اللزوجيه تزيد ممكن شنو يا جماعه؟ تؤدي لشنو يا جماعه؟ تؤدي لنفاذيه اكبر. كل ما اخوانا كانت حجم المسامات كبير كل ما شنو يا جماعه؟ النفاذيه بقت كبيره. كويس، كل ما المسامات اخوانا بقت صغيره كل ما شنو يا جماعه؟ النفاذيه شنو؟ كل ما النفاذيه بقت اقل. طيب طيب عشان نحصل جريان اخواني الماء يحدث عند توفر فرق ضغط مائي، دي نسميها اخواني بالاتش. دي اخواني الكلام ده بيقود لشنو يا جماعه؟ بيقودنا لشنو؟ الشغل بتاع شنو يا جماعه؟ شغل بتاع الهيدروليك او ميكانيكا شنو؟ مدخل ميكانيكا شنو؟ مدخل ميكانيكا المواعي والهيدروليك. لازم يتوفر لنا اخواننا فرق ضغط مائي عشان نحصل شنو يا جماعه؟ عشان نحصل لنا شنو يا جماعه؟ فلو. وعندما ينساب الماء خلال نموذج صخري طوله ال، طول النموذج اخواني اذا كان ال، فعندنا اخواننا ما يسمى بالانحدار او الميل. هنا اخواننا الميد هو عباره عن الاي، الاي هو عباره عن اتش على شنو؟ اتش على ال، الميل الهيدروليكي بسميه اخواننا بالميل الهيدروليكي او الانحدار الهيدروليكي. فهنا لازم شنو يا جماعه؟ الاي ده هو الميل الهيدروليكي، هو عباره عن شنو يا جماعه؟ عباره عن الضغط او فرق الضغط الهيدروليكي مقسوم على شنو يا جماعه؟ على الطول بتاع، الطول بتاع النموذج، طول شنو يا جماعه؟ طول العين بتاعت التربه، وطول شنو يا جماعه؟ طول عين الصخر. فدي النظريه شنو يا جماعه؟ ما يسمى بنظريه دارسي ومصباخ. طيب ولقد تمكن العالم دارسي مصباخ من حساب سرعه المياه الجوفيه، حيث وجد انها تتناسب تناسب طردي مع معادله النفاذيه والانحدار شنو؟ والانحدار الهيدروليكي. يبقى الفي، الفي اذا كانت الفي اخوان هي السرعه، الفيروسيتي، في فيروسيتي، فهي بتتناسب شنو يا جماعه؟ تناسب طردي مع شنو يا جماعه؟ مع الاي، مش كده؟ ونحن عارفين اخواننا انه لا 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 سرعه الجريان بتساوي شنو يا جماعه؟ بتساوي معدل التدفق على شنو يا جماعه؟ على على المساحه بتاعت المقطع بتاعت الجريان، اذا كانت اخواننا عباره عن قناه مائيه او اذا كان شنو يا جماعه؟ عباره عن انبوب تيوب بايب لاين او غيره. طيب وان معامل النفاذيه هو عباره عن مقدار ثابت يعتمد على طبيعه الصخور وخواص السائل المرفي. يبقى اخواننا النفاذيه اخواننا بنحسب شنو يا جماعه؟ او معامل النفاذيه اخواننا وحده قياس، هو عباره من وحده شنو يا جماعه؟ وحده سرعه عاديه اللي هي متر في شنو؟ متر في الثانيه او سنتيمتر في الثانيه. الخاصيه السابعه اخواننا من خواص الصخور اللي هي شنو يا جماعه؟ الدورابيلتي اللي هي متانه الصخر. طيب بعض الصخور تتاثر عند تعرضها للجو مما يؤدي الى تلف التراكيب الصخريه غير المتينه، وهذه يمكن تقريرها اثناء مشاهده مكاشف الصخور بجوار المقالع. وبعض الصخور تتاثر بفعل الانجماد اثناء فتره البرد، او قد تؤدي الى فقدان اواصرها من جراء تفكك الماده اللاحمه. طيب نحاول ان شاء الله اخواننا برضه نشتغل شنو يا جماعه؟
تشتغل امثله على الخواص. هنا يا جماعه الخواص الفيزياء، دي الخواص الميكانيكيه كويس. خلونا نشتغل اخواننا امثله على شنو؟ امثله على الخواص الفيزيائيه دي، ناخذ عليها كم مثال احسن عشان شنو يا جماعه الصوره تضح للناس. الكلام ان شاء الله اخواننا حيلاقيني في شنو؟ في الكورس بتاع ميكانيكا التربو ان شاء الله بيتوسع. دي سبع خواص يا جماعه، سبع خواص يا اخوان. ممكن نحاول كده سريع كده ناخذ عليهم شنو امثله كده تكون واضحه. طيب بوكس، ايه بوكس، نمشي للتكنيكال بوكس. التكنيكال بوكس زاد، نمشي ل ايوه خواص اختبارات التربه. طيب دي الخواص، هو الباب ذات اخوان هو الخواص، الخواص الفيزيائيه دي يكون لسه عين مثال كده. ممكن نناقشه يا جماعه، نطبق فيه معظم انواع الخواص اللي ذكرناها قبل شويه اللي هو 87 خواص. هي الخواص شنو؟ خواص التربه. طيب قبل ما نخش في التصنيف ناخذ مثال مثالين كده يا جماعه على شنو يا جماعه؟ على الحاجه اللي ذكرناها قبل شويه دي. ان شاء الله الكورس ده اخوانا حتدرسوه في سنه ثالثه ان شاء الله ربنا احيانا ومد في الاجال. ايوه ده مثال اثنين، ده مثال رقم واحد، ده محتوى الماي اللي هي كانت شنو يا جماعه؟ الرطوبه ووتر كونتنت. طيب نرجع بس دي كده اخوان للقوانين عشان شنو؟ عشان تكون انتو شنو؟ اندرستاند معايا يعني. ايوه قصدي دي القوانين داير لي. يلا نبدا بشنو؟ نبدا تقريبا ذاته بالمسامية او نسبة المسامات. هي اول خاص شنو؟ اول خاصة. طيب اخواني في حاجة اسمها نسبة الفراغات، البودي ريشيو. قال هي عبارة عن نسبة بين حجم الفراغات الى حجم الاجزاء الصلبة الى عينة التربة. دي بنسميها اخواني بالاي، هي عبارة لو لاحظت اخواننا اي يساوي في فويدز في 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 صب في، هنا في سمول على في شنو؟ في اس. يبقى اي دي الفويد ريشيو اخوانا، اي خلاص بنرمزها اخوانا زي ما عايزين بالرمز اي. ففي في على في اس، الفي الصغيره ده اخوانا اسمها الفويس اللي هي فراغات، اس دي اخوانا سوليد اللي هي حجم الجزء الصلب. يبقى حجم الفراغات على حجم شنو؟ الجزء شنو؟ حجم الجزء الصلب. دي اسمها نسبه المسامات. عندنا اخوانا دي بتهمنا اللي هي المساميه بورصتي، كان تكلمنا عن اول خاصيه من الخواص، قلنا هي عباره عن نسبه بين حجم الفراغات الى حجم الكلي للعينه بتاعت التربه او العينه بتاعت شنو يا جماعه؟ العينه بتاعت السخ. يبقى نسميها اخواننا ان او بي ما فرقت. يبقى عباره عن في في سايب على في توتال. الفرق شنو يا جماعه؟ هناك في المساميه سوري نسبه المسامات في في على شنو؟ على في اس. هنا اخواننا في في على شنو؟ على في شنو توتال؟ في توتال اخواننا معناها حجم الكلي بتاع شنو؟ العينه. في اس معناها اخوانا حجم بس فقط حجم جزء شنو؟ حجم جزء صلب. طيب عندنا اخوانا خاصيه اخوانا اسمها درجه التشبع ديجري اوف ساتوريشن. قال هي النسبه بين حجم الماء الى حجم الفراغات بتاعت التربه. طيب يبقى الاس عباره عن في دبليو ده حجم المويه مقسوم على شنو يا جماعه؟ حجم شنو؟ حجم الفراغات. دائما اخوانا تلقى في في دي معناها حجم شنو؟ حجم الفراغات. طيب عندنا اخوانا الوزن النوعي لبعض انواع التربه. شايف الركام والجرافل بتراوح اخوانا من 2.65 لحد 2.68. الرمل او الساند اللي هو من 2.65 لحد 2.68، دي الاثنين قريبات اخوانا من بعض. الطمي اللي هو السلت من 2.62 لحد 2.68. الطين اللي هو الكلي من 2.58 لحد 2.65. الطين والطمي يمكن دي اخوانا كل ده الطمي العضوي، ده الطمي الغير شنو يا جماعه؟ العضوي من 2.68 لحد 2.75. نمشي اخوانا ل الكثافه النسبيه ريلات الدنسيتي اللي سميناها بالجاما اخوانا لو لاحظتوا بتتذكروا كويس. المحتوى المائي برضو يا اخوانا، المحتوى المائي برضو ده اخوانا من الخواص شنو يا جماعه؟ من الخواص المهمه جدا جدا. دي العلاقات اخواننا الخاصة بشنو جاب الحسابات. انا ما اعرف محتوى المادة اللي ما ظهر لنا، كنا عاوزين نتكلم عنه كده سريع.
ايوه هي عندي، ايوه عندي العلاقات يا جماعه. محتوى الماي وهو النسبي شنو يا جماعه؟ الووتر كونتين او الموجر شنو يا جماعه؟ موجر كونتين، وهو النسبي وزن الماء داخل الفراغات الى وزن شنو؟ المواد الصلبه لعين التربه. يبقى دبليو يساوي شنو يا جماعه؟ يساوي دبليو دبليو على شنو؟ على دبليو اس. هناك اخواننا قلنا شنو سميناها شنو يا جماعه؟ لو تتذكروا دبليو 2 ناقص دبليو 1 على دبليو 3 ناقص كل واحد اخواننا في النهايه. دي مصطلحات اخواننا كنت بسهل لك العمليه بتاعت الشرح. وحده الوزن او الكثافه يا جماعه، اليونت ويت او الكثافه، وهي عباره عن نسبه الوزن الكلي لعينه التربه الى حجمها شنو؟ الى حجمها الاجمالي او حجمها الكلي في الحاله الطبيعيه. يبقى جاما سمع اخواننا الرابط اسمه جاما يساوي دبليو توتال على شنو؟ على بي توتال. طيب ناخذ مثال يا شباب بس كده سريع. ناخذ مثال. دي العلاقات الاساسيه اخوانا احنا نستخدمها، انه الان دي اخوانا سميناها شنو يا جماعه؟ المساميه بيساوي عندها علاقه اخوانا برضه مع نسبه المسامات. ان بيساوي اي على 1 زائد اي للكثافه الجافه يساوي الكثافه الكليه على 1 زائد المحتوى المائي، دي درجه التشبع مضروبه اخواننا في المساميه بيساوي شنو يا جماعه؟ بيساوي المحتوى المائي مضروب في شنو يا جماعه؟ في الثقل النوعي. دي الكثافه الكليه هي عباره عن الثقل النوعي زائد المحتوى المائي على 1 زائد نسبه المساميه مضروب في شنو يا جماعه؟ في الوزن النوعي للماء. دي كلها اخواننا علاقات رياضيه. طيب مثال، مثال بسيط، قال عينه من التربه. التربه ده ممكن تكون صخر ممكن تكون اي حاجه، حجمها كم؟ 65 سنتيمتر مكعب وتزن 120 جرام، وزنها كم؟ 120 جرام في الحاله الرطبه، ووزنها 105 في الحاله الجافه. معناه اخواننا شنو يا جماعه؟ في الحاله الجافه وزنها كم؟ 105 جرام، وفي الحاله الرطبه اللي في حالتها الطبيعيه يعني وزنها كم؟ 120. لو لاحظت اخواننا وهي في حاله طبيعيه وزنها اكثر من شنو يا جماعه؟ لان اخواننا هي لينه يعني يكون فيها رطوبه، عشان كده وزنها شنو؟ 120. لكن بعد ما جففنا وزنها بقى كم؟ في الفورم لمدة 24 ساعة مدة يوم كامل يعني في درجة الحرارة من 105 لحد 110 درجة مئوية. الوزن بتاعها طلع كم؟ 105 جرام. طيب الوزن النوعي اللي هو ده جي اس 2.65 قال لك احسب المحتوى المائي كم؟ محتوى المائي كم؟ وحدة الوزن الجافة اللي هي الكثافة الجافة، المسامية بتاعتها، نسبة الفراغات، درجة التشبع. طيب يلا قال المعطيات الحل عندنا اخواننا الوزن الكلي اللي هو 120، والوزن بتاع العين وهي جافه اللي هي 105، وعندنا اخوان الحجم الكلي بتاع العين اللي هو 65 سنتيمتر مكعب. طبعا هنا اخوان الوزن بالجرام والحجم شنو يا جماعه؟ سنتيمتر المكعب. عندنا طبعا اخوان جي اس اس اسمه شنو يا جماعه؟ اسمه الوزن النوعي 2.65. طيب يبقى طوال اخوان اول حاجه دارين شنو يا جماعه؟ دارين محتوى الماء. يلا عشان نحسب محتوى الماء يا اخوانا اللي هو دبليو دبليو عباره عن شنو يا جماعه؟ الوزن الكلي ناقص شنو يا جماعه؟ وزن الجزء الصلب. يبقى 120 ناقص 105 تديني شنو يا جماعه؟ 15 جرام. يبقى 15 جرام ده اخوانا وزن شنو؟ وزن المويه في العينه. 15 دي جرام دي وزن شنو يا جماعه؟ وزن المويه في شنو؟ في العينه. طيب نجي بعد طوال اخوانا نطبق في القانون بتاع شنو يا جماعه؟ المحتوى المائي. المحتوى المائي بيساوي دبليو دبليو على شنو؟ على دبليو اس في 100 في 100. يبقى 15 على شنو؟ على 105 في 100 في 100 تدري شنو يا جماعه؟ 14.29%. يبقى دي شنو يا جماعه؟ ده المحتوى المائي. كده حليناه. خلاص يبقى المحتوى المائي او الرطوبه بتاعت العين يا اخوانا هي كم؟ 14.5. طيب وحده الاوزان الجافه اللي هي الكثافه الجافه، اللي هي عباره عن الكثافه الجافه عباره عن الوزن وزن العين الجافه على شنو يا جماعه؟ الحجم الكلي. يلا وزن العين الجافه 105 يا جماعه ما 120، 105. الحجم الكلي طبعا 65 معطى. يبقى حتجيك شنو يا جماعه؟ لما نقسم دي على دي يا هنا لو لاحظت اخوانا هنا النتيجه شنو؟ نسبه مئويه، لان اخوانا وزن على وزن دايمنشنلس. هنا اخوانا وزن على حجم، معناها شنو؟ حتكون جرام على شنو؟ على سنتيمتر مكعب. يلا عشان انا يا جماعه احول من جرام، عشان احول النتيجه دي من 1.62 جرام على سنتيمتر مكعب لكيلو نيوتن على متر مكعب، اضرب شنو يا جماعه؟ اضرب في العجله بتاعت الجاذبيه 9.1 طبعا تدينا اخوانا النتيجه شنو يا جماعه؟ 15.85 كيلو نيوتن على متر مكعب. ما ضروري يا اخوان لو حولتها لو ما حولتها ما ضروري. المساميه طيب نطبق شنو يا جماعه؟ المعادله شنو؟ 2.6 واعاده ترتيبها للحصول على شنو يا جماعه؟ على حجم المواد الصلبه. طيب الجي اس بيساوي شنو؟ بيساوي دبليو اس على جاما دبليو في شنو يا جماعه؟ في في اس، او في اس في شنو؟ في جاما دبليو. يبقى نطلع في اس يا اخوان هنا الخطه موضوع القانون. يبقى في اس بيساوي دبليو اس على جي اس في شنو؟ في جاما.
طيب قام اخوانا بواحد وزن نوعي للمويه. اخوانا بيساوي شنو؟ سوري معليش، الوزن النوعي للمويه بيساوي شنو؟ بيساوي واحد. يبقى الدبليو زي الوزن بتاع شنو يا جماعه؟ العين هي صلبه 105 على 265، دي شنو يا جماعه؟ دي الوزن النوعي للماء مضروب في شنو يا جماعه؟ في كثافه الماء اللي هو بواحد. تبقى اتعامل معاك كم؟ 39.62. الكلام ده كله اخوانا ده شنو يا جماعه؟ حجم شنو؟ في اس، حجم الفراغ، حجم الجزء الصلب. طيب يلا عشان احس بيها شباب، عندنا اخوانا الحجم كل 65، وانا حسبت الان الحجم بتاع الجزء الصلب 39. يبقى اخوانا حجم المويه كم؟ حتسوي حجم الفراغات كم؟ في فويدز بيساوي في توتال ناقص في اس، مش كده؟ في فويدز حجم الفراغات بيساوي الحجم الكلي ناقص شنو يا جماعه؟ حجم الجزء شنو؟ الصلب. يبقى 65 ده اخوانا الحجم الكلي، نقص منه حجم الجزء الصلب اوجد ناسي من المعادله دي هنا، بيدينا شنو يا جماعه؟ ناتج 25.38 سنتيمتر مكعب. يلا نجي بعد اخوانا للمساميه. المساميه بيساوي شنو يا جماعه؟ بيساوي حجم الفراغات مقسوم على حجم الجزء الصلب زي ما ظهر لنا يا جماعه. في في على شنو؟ على في توتال. يبقى 25.38 على شنو؟ على 35. النتيجة بتجيك كم؟ بوين كم؟ 39. برضه لاحظت اخوانا برضه شنو يا جماعة؟ ما عندها تمييز. الكلام ده يقول اخوانا بيساوي 39 في شنو؟ في المية، أو ممكن نقول بوين شنو؟ بوين 39. نسبة الفراغات إي بيساوي شنو يا جماعة؟ بيساوي في في على شنو؟ على في إس. 25.38 على شنو؟ على 39.62. برضه اخوانا دليل التشبع ممكن شنو تحسبه. برضه اخوانا مسألة سهلة. قال عين من التربة وزنها كم؟ 1.75 كيلو نيوتن، وحجمها كم؟ بوين 1 متر مكعب. ممكن اخوانا تحول شنو يا جماعه؟ البوين 1 متر مكعب اللي شنو؟ سنتيمتر مكعب. والمحتوى المائي اللي هي دي الرطوبه بتاعتها 12.4%، ووزنها النوعي ده جي اس يا جماعه 2.71، والمطلوب وحده الاوزان الكليه اللي هي الكثافه الكليه، وحده الاوزان الجافه الكثافه الجافه، نسبه الفراغات اي، المساميه اللي هو ان او بي، درجة التشبع. هتلقى شنو يا جماعة المسألة شنو؟ حلوله بكل شنو؟ بكل سهولة. حل حسب شنو يا جماعة؟ وحدة الوزن اللي هي قام يساوي دبليو توتال على في توتال، 1.75 على بوين 1 جدول 17. حسب برضه اخوانا وحدة الوزن الجافة من القانون، قام دي تساوي قام على 1 زائد الوتر كونتنت زي ما قلت اخوانا في العلاقات اللي فوق، جاته 15.57. حسب اخوانا برضه نسبة الفراغات، قام دي بيساوي جي اس على 1 زائد دي. الكلام ده اخوانا مسلم ان شاء الله لقدام، حندرسكم ان شاء الله في الكورس بتاع ميكانيكا التربه ان شاء الله. بس انا حبيت لانه شنو يا جماعه؟ لانه هنا في مثال، وقلت الناس شنو ممكن تستفيد تستفيد اكثر ان شاء الله. نرجع يا جماعه ثاني لشنو يا جماعه؟ الخواص، الخواص الميكانيكيه. تكلمنا اخوانا عن الخواص الفيزيائيه، نمشي لشنو يا جماعه؟ الخواص الميكانيكيه. معلش برضه اخوان في كلام عن اللزوجه طبعا. الخواص اخوان احنا ذكرنا دي في 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 امثله عنها. لو حابين تشوفوا مثال برضه عن نموذج اللزوجه، في مثال برضه واضح اخوان عن النفاذيه، سوري نفاذيه التربه، الاختبار بتاع الدمك طبعا يا جماعه، وروكتر اختبار الدمك. شايفين النفاذيه بتاعت التربه برضه فيها مثال واضح يا جماعه، مثال واضح شديد سهل، ما في حاجه، ما حزعلكم ان شاء الله. بس الناس ممكن شنو يا جماعه؟ لو لاحظت برضه اخوان نفس الكلام الجميل اللي تكلمنا عنه، شايف دي دي القيم التغريبيه اخوان اللي شنو لانواع التربه الرئيسيه، دي النفاذيه بتاعتها. فزي الركاب مثلا اخوان تلقى النفاذيه بتاعته اكبر من 10 غوص على 2، كل ما اخوان لان الحبوب بقت كبير كل ما النفاذيه بتكون شنو يا جماعه؟ اكبر بسرعه جريان يعني. الرمل النفاذيه بتاعته اخوانا من 10 سالب 2 لحد 10 سالب 5. الطمي، الطمي اول يا جماعه السلط 10 سالب 5 لحد 10 سالب 8. الطين اللي هو اخر حاجه النفاذيه بتاعته اخوانا اقل من 10 سالب 8. يا اخوانا حبيبات متماسكه شديد، الطين والطمي اخوانا حبيبات متماسكه. الرمل والحصى او الركام حبيباتهم شنو يا جماعه؟ مفككه، عشان كده اخوانا نفاذيتهم شنو؟ النفاذيه بتاعتهم عاليه. طيب ده عيل، ده مثال واضح جدا جدا. قال لك طبقه من التربه او طبقه من الصخر سبكه كم؟ 2 متر، والنفاذيه بتاعتها 6 في 10 غوص سالب 3 متر في الثانيه. قال يتدفق الماء من خلال الماء من خلالها لمسافه طولها، يلا يا جماعه 300 متر،
وفي الضغط المائي خلال هذه المسافة اللي هو اتزعه ده شنو ده الاتش يا جماعة. احسب كمية الماء المتدفق خلال هذه الطبقة في اليوم الواحد. اجي طوال اخوانا طبق يا جماعة في القانون بتاع النفاذ. يتم تحديد مساحة مقطع طبقة التربة بافتراض ان عرض الشريحة من طبقة التربة هو 1 متر، بقى المساحة بتاعتها اخواننا عبارة عن 2 × 1 بيساوي 2 متر مربع. الاي اخواننا عبارة عن 9 على شنو؟ على 300 اللي هي 3 × 3 × 100. الاي بيساوي اتش على ايه يا جماعة؟ الاي ده التسع ده اخواننا دي الاتش ده عندي، وال 300 ده اخواننا دي الطول بتاع شنو؟ طول التربة بتاعتي. طوال اخواننا طبق القانون بتاع النفاذية ده، هو قانون النفاذية اخواننا اسمه اللي هو كيو بيساوي كي في اي في شنو؟ في ايه؟ كل المعتاد كله موجود اخواننا، الكي عندك، الاي عندك، الاي عندك، ستر ممكن تجيب شنو بعدك طوال شنو؟ النفاذية بتاعتك بتجيك 31.1 × 10 متر في شنو يا جماعة؟ متر في الثانية، أو 3.6 × 10^4 متر في الثانية. أخوانا ما متر مكعب، متر شنو؟ سوري، متر مكعب في الثانية، لأنه ده أحسب الكيو. أيوة صح، متر مكعب في شنو؟ بيردي أو متر مكعب في الثانية. برضه أخوانا هي بتكلم عن كيف بينقيس النفاذية في الموقع، في موقع العمل. ما فهمنا كده كتير، إن شاء الله هنشوف ليه قدام. طيب لاحظ نفس الكلام، نفس الكلام ده زاده. طيب شايف ده جرينا ما يحدث التوفر، وضغط اتش والطول كويس، والميرا والاتش برضه في مثال اخوانا كان فوق، نشوف كده سريع بس. ايوه معلش، هو شرح الكلام ده. ايوه يا هند شرح نصي قبل شويه ذاته يا شباب. الكلام قالوا دارس شنو؟ قالوا دارس بيزباخ انه الاي يا شباب، ولا حصى اي يساوي شنو؟ يساوي اتش على ال. يلا اي ده عباره عن ميل هيدروليكي، والاتش هو فرق الضغط الماء بين النقطتين، وال هو المسافه بين النقطتين التي لهما فرق ضغط معي. طيب على سبيل المثال، ده مثال يا جماعه بالمناسبه، قال عندما يتدفق ماء في غناء مائيه طولها كم؟ 3 كيلومتر، وفرق ارتفاع خلال هذه المسافه هو 30 متر، فإن الميل الهيدروليكي يصبح I بيساوي H على L. H 30 يا جماعة، و L دي عبارة عن طول شنو يا جماعة؟ طول القناة. 3 كي 30 شنو يا جماعة؟ 30 كيلومتر، ده طول القناة 30، 3 بتصير 3 كيلومتر. يعني الكيلومتر ده حول شنو يا جماعة؟ حول يبدأ عشان كده ضرب في شنو في على. فطلع يا اخوان طوالي انت الميل بيجيك شنو يا جماعة؟ 1 شنو؟ 1 من 100. وضحت؟ ان شاء الله تكون وضحت يا جماعة. المفروض كبير هاي عشان انت تفهموا شنو يا جماعة؟ تفهموا الموضوع ده. ده اسم اخوانا قانون دارسي شنو؟ دارسي بيزباخ، دارسي بيزباخ. طيب برضه اخوان انه دارسي اخوان من خلال التجارب بتاعته اخوان لقوا انه سرعه الجريان اخوانا بتاعت السايد تتناسب تناسب تقضي مع شنو يا جماعه؟ مع الميل الهيدروليكي، بمعنى انه اخوان البي بيساوي شنو يا جماعه؟ بيساوي مع النفاذيه في شنو يا جماعه؟ في الميل الهيدروليكي. لانه طبعا اخوان اي كذا احنا نستخدمها في شنو؟ قياس النفاذيه. نمشي للجزئية المهمة اخوان اللي هي خواص التربة الميكانيكية او خواص الصخور الميكانيكية. طيب الخواص الميكانيكية للصخور ودي بنعرفها اخواننا، وهذا يعني كيفية تشوه او انهيار المواد تحت تأثير القوى المسلطة عليها. طيب عندنا اخواننا خاصية الاجهاد، الاجهاد عبارة عن قوة شنو يا جماعة؟ مقسوم على شنو؟ على وحدة المساحة سيجما يساوي اف على اي. F دي القوة و A دي شنو يا جماعة؟ المساحة، والقوة المؤثرة على الوحدة شنو يا جماعة؟ على وحدة المساحة. الانفعال سترين، انفعال إبسلون وهو التغير الحاصل على الجسم سواء في الحجم أو الشكل أو الطول أو الزوايا، ينتج يعني من تأثير الإجهاد ويرمز له بالرمز إبسلون. إي يا إخوان عاملة زي الإي دي، فيها شنو؟ فيها نبرة كده. إي التشوه أو التشويه هو مقدار الزيادة أو النقصان في شنو يا جماعة؟ الزيادة أو النقصان في شنو يا جماعة؟ في حجم أو طول أو الزوايا للجسم، ويرمز له بالرمزي دلتا يا جماعة، عامل كده أخوانا زي المثلث. في بعض الكتب أخوانا تعمل شكل شنو يا جماعة؟ دي شنو؟ دي اسمه. طيب المادة المرنة تماما، وهي المادة التي يزول عنها كل الانفعال الناتج عن إجهاد معين عند زوال الإجهاد المسلط عليه، زي المادة المطاطية يا جماعة.
بدل ما تطفيه يا اخواننا، اول شيء يا جماعه مطمط وبترجع اخواننا للشكل للوضع الطبيعي بتاعك. نقول اخوان ما ادري شنو يا جماعه، ما ادري شنو ماده مرنه. طيب الماده الذين يا اخواننا هي الماده التي لا يزول عنها الانفعال حتى بعد رفع الاجهاد عنها. يعني مثلا عرضت اخواننا ماده شديتها كويس، بعد ما تزيل عنها القوه بتاعت الشد يا اخواننا، لو ما رجعت لوضع بتاعها نسميها اخواننا الماده بالماده شنو؟ بالماده الذين. الماده المطاوعه وهي الماده التي يمكن سحبها بواسطة الشد الى مقطع اخر اصغر من مقطعها الاصلي. نقول على ماده شنو يا جماعه؟ ماده مطاوعه. الماده الهشه هي الماده التي تنقصها المطاوعه، تتفتت وتتكسر، نسميها اخواننا ماده شنو يا جماعه؟ هشه. عند تعرضها للاجهادات التي تفوق قوه التحمل. نقطه الخضوع وهي النقطة التي تظهر عندها علاقة علامة التشفيق غير قابلة للزوال. دي يا اخوان تحصل لنا في الحديد، والكلام ده مهم جدا جدا يا جماعة. بنجز بيها يا اخوان شنو يا جماعة؟ الحديد بتاع التصحيح يا اخوان يجروا عليه اختبار بتاع شنو يا جماعة؟ نقطة الخضوع. طيب نقطة الزحف وهي النقطة التي تظهر عندها أولى علامات الانتفاخ المستعرض وغير قابلة شنو؟ وغير قابلة للزوال. طيب بالنسبه للماده المرنه يمكن ربط العلاقه بين مقدار الانفعال والاجهاد بواسطه معامل يونغ اللي هو الاي دي يا جماعه، الذي يعرف بالحرف يرمز له بالحرف شنو؟ اي اسمه عامل يونغ او معامل مرونه، وهو عباره عن اي معامل مرونه بيساوي شنو يا جماعه؟ سيجما. الرمز اللي فوق ده اخوان اسمه سيجما اللي هو الاجهاد مقسوم على شنو يا جماعه؟ الرمز الثاني ده اخوان عامل زي الاي سمول زي الاي كابيتال، لكن معمول شنو يا جماعه؟ بشكل شنو؟ بشكل اخر. اسمه اخوان ايبسلون. الرمز في المقام ده اخواننا هو عباره عن شنو؟ ايبسلون. والفوق ده اخوان اسمه سيجما. سيجما على شنو؟ على ايبسلون. بدينا شنو يا جماعه؟ بدينا اي او معامل يونغ او معامل الميرون. يمكن دي اخوان تقريبا خواص شنو يا جماعه؟ الخواص الكيميائيه بالنسبه لشنو؟ سوري الميكانيكيه بالنسبه للصخور. نكتفي ان شاء الله اخوان بالجزئيه دي ان شاء الله، ونواصل ان شاء الله محاضراتنا في المرات الجايه ان شاء الله.